عوقلة المدارس الموسم التاسع ومباراة مهمة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 35، دار التربية الرسمية بالمنوفية 80. ودار التربية حصل عندنا تغييرين، سؤال بنداري رجعت مكان سارة فرج، وعبد العزيز إيهاب رجع مكان كريم سامح. عبد العزيز مهندس ميكانيكا، ان شاء الله. اشمعنى ميكانيكا باش مهندس؟ انا شايف ان انا هقدر اادي في المجال دوت، شايف ان مصر مش متقدمه فيه قوي. يعني انا هدفي ان انا ما اخش ميكانيكا ان انا اطلع ديزاينر مش شبير، يعني ان انا اكون قادر ان انا عايز تطور في ايه يا عبد العزيز؟ المصانع اللي في مصر عموما، يعني عشان مصر حاليا في الاقتصاد ضعيفه شويه، فيعني انا هدفي لما اكبر ان انا اطور في الحاجات دي، يكون مصر بدات تصدر كميات كبيره والدول كتيره تكون معروفه في السوق. يعني يعني انت عايز تعمل طفره صناعيه مثلا في المعدات. ايوه، جميل جدا. ده شق. في شق التاني عايز تطلع ممثل، وهو واقف في المدرسه في مسرح المدرسه وكده. يعني ممكن تتحول من هاوي لمحترف؟ يعني مش في دماغي قوي يعني، بس في دماغك الميكانيكا اكتر. ايوه، جميل جدا. بالتوفيق عبد العزيز. نرجع لماتش النهارده والفقره الرابعه، فقره تحت الضغط. تحت الضغط. دار التربية اختارت عبد العزيز إيهاب، وقناة السويس اختارت آلاء صلاح. اتفضلوا عبد العزيز وآلاء. آلاء وعبد العزيز. جمهور بيشجع والمباراة مش سهلة. مين اللي هبتدي الأول؟ أنا. برافو عليكي عبد العزيز، اتفضل. هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. تعالي مكاني يا آلاء. آلاء عندك 10 أسئلة في 45 ثانية. اوكي. لو الإجابة مش عندك هتقولي إيه؟ باس. لو ما قلتيش باس هتفضل ساكت. هفضل ساكت. خلي بالك النتيجة بعدت، محتاج منك كل الإجابات. اتفقنا؟ تعال نطمن على عبد العزيز كده. واضح ان سليم منقي له اغنيه جميله النهارده. جاهزه يا آلاء؟ ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دوله ليتوانيا؟ جمهوري. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويريه لمسلسل الرحايا حجر القلوب؟ باص. في اي دوله خليجيه تقع مدينه الجهراء؟ اليمن. غلط. حاكم مصري نفذ مذبحة القلعة عام 1811. محمد علي. صح. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الحديد؟ FE. صح. في أي محافظة مصرية يقع وادي الريان؟ فيوم. صح. ما هي اللغة الرسمية لدولة فنزويلا؟ باس. من هو الفنان الذي قام بدور جلال في فيلم الإنس والجن؟ باس. ما هي جنسية الاقتصادي الشهير جونز هوبكنز؟ إنجليزي. غلط. من هو الشاعر اللبناني الملقب بشاعر القطرين؟ غبران. غلط. آلاء اتفضلي، كم إجابة صح؟ مش عارفة. أنت فوتتي كمان أسئلة، ما تتفوتش. أربع إجابات صحيحة بـ20 نقطة. سليم، عايزين عبد العزيز ينضم لينا. كان في كم سؤال لازم تحاولي فيه. مش هنتكلم دلوقتي. أوكي. علشان عبد العزيز ما يسمعش. عبد العزيز تعالى مكاني. عبد العزيز عايز تعرف آلاء عملت إيه ولا؟ يا ريت. ولا خليها مفاجأة. أربعة. اشمعنى أربعة؟ حسيتها كده. إجابتك صح. هنشوف هتعمل إيه. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة ليتوانيا؟ جمهور. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل الرحايا حجر القلوب؟ محمد أبو هاب. غلط. في أي دولة خليجية تقع مدينة الجهراء؟ سوريا. غلط. حاكم مصري نفذ مذبحة القلعة عام 1811. صح. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الحديد؟ FE. صح. في أي محافظة مصرية يقع وادي الريان؟ وادي الجديد. غلط. ما هي اللغة الرسمية لدولة فنزويلا؟ إسبانية. صح. من هو الفنان الذي قام بدور جلال في فيلم الإنس والجن؟ مصر. ما هي جنسية الاقتصادي الشهير جونز هوبكنز؟ ألماني. غلط. من هو الشاعر اللبناني الملقب بشاعر القطرين؟ من هو الفنان الذي قام بدور؟ باص. كان ممكن تفكر لعلمك، ده كان اخر سؤال، كان العاشر.
كم إجابة صح؟ تفضل يا عبد العزيز. 4. برافو عليك. كان ممكن تحاول في سؤال بتاع لبنان. صح. مطران مش جبران. انتوا الاثنين 4 إجابات صحيحة ب20 نقطة. نحيي كلنا ألاء وعبد العزيز. تفضل. النتيجة اتغيرت. دار التربية كنتوا 80 و4 إجابات صحيحة يا عبد العزيز، بقيتوا 100. هيئة قناة السويس كنتوا 35 و20 نقطة يا ألاء، 55. الأسئلة اللي ما تجاوبتش: من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل الرحايا حجر القلوب؟ عمار الشريعي. في أي دولة خليجية تقع مدينة الجهراء؟ في الكويت. من هو الفنان الذي قام بدور جلال في فيلم الإنس والجن؟ شفت بس مش فاكر. عادل إمام. عادل إمام. فيلم الإنس والجن. ما هي جنسية الاقتصادي الشهير جونز هوبكنز؟ أمريكي. والسؤال الأخير: من هو الشاعر اللبناني الملقب بشاعر القطرين؟ خليل مطران. مين؟ مطران. بالظبط كده، خليل مطران. شفتوا بقى ان في اجابات كانت موجوده عندكم انتوا الاثنين. المباراه ما زالت صعبه، فرصتكم في الفقره اللي جايه. ودلوقتي مع الفقره الخامسه، فقره ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 4 اسئله ب25 نقطه، واول اثنين عبد العزيز واحمد وائل. احمد وائل وعبد العزيز. وهنشوف. العب يا زيزو واحمد وائل. وتشجيع جامد في الاستوديو. وانتوا الاثنين معاكم الورق والقلم. جاهزين؟ ان شاء الله. السؤال الاول: رياضه. في اي دوله اوروبيه يقع المقر الرئيسي للاتحاد الدولي لرياضه المكفوفين؟ International Blind Sports Federation. فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة. مش في فرنسا. أحمد وائل. إنجلترا. إنجلترا إجابة خاطئة. الإجابة صحيحة في ألمانيا. تفضل. أمل ورفايدة. رفايدة وأمل. أمل، ازيك يا أمل؟ باش مهندسة أمل، عايز تخش هندسة وتتخصصي في إيه؟ Artificial Intelligence. Artificial Intelligence، جميل جدا. قررت إمتى؟ السنة اللي فاتت. جميل، وخلاص ده حلمك. طيب وأخبار كرة السلة إيه؟ مركز أول فعلا؟ أو كنا بنلعب في الفريق بتاع المحافظة، أنا جدي في الفريق أصلا بتاع المحافظة، ثم في المحافظة يعني بتاعتنا مش بيوفروا كل الفاسيليتيز اللي احنا نطلع نقدر نوصل للجمهورية وكده، فده اللي بيوقفنا. بس انتوا جوه المحافظة خدتوا مركز اول. اي حاجة جميلة جدا. بتلعبي في اني مركز؟ ديفنس. كويس جدا. رفايدة، ازيك يا رفايدة؟ الحمد لله. زي ما انت. دكتورة قلب. جبت القلب ده منين؟ وانا عجباني الدراسة في الموضوع، يعني الفينز بلاد كابيلرز بلاد سيركيليشن، يعني انا عاجبني الموضوع جدا ومصر عليه. يمكن عندي في البيت يعني بيقولوا لي مجال ولادي شويه، بس انا لا، عاجبني جدا. ما عندناش اهداف. ودلوقتي معادنا مع السؤال الثاني: جغرافيا. في اي قاره تقع سلسله جبال يانكالا؟ امريكا الشماليه. أمريكا الشمالية إجابة خاطئة. آسيا. آسيا. أنت كنت عايزة تقولي كذا حاجة، كنت عايزة تقولي إيه وترددتي وقلتي آسيا. أفريقيا. كنت عايزة تقولي أفريقيا. أفريقيا غلط. وآسيا الهدف الأول. الهدف الأول يا أمل، هدف بلا مقابل. جانكالا في الصين يا أمل في قارة آسيا. وبكده
هدف بلا مقابل. عبد الرحمن وآلاء، اتفضلي آلاء. آلاء وعبد الرحمن. الكاس يا ايه؟ يا بودي. يا بودي، الكاس يا بودي. طيب الموقف كالآتي: عبد الرحمن مع هدف، آلاء معكيش أهداف، محتاجة تتعدلي علشان تحافظي على الفرصة لمدرستك. لو عبد الرحمن جاوب حسمت النتيجة 25 نقطة، ومية هتبقى كام؟ 125. السؤال الثالث: فنون، من هو الفنان التونسي الذي لعب دور سليم في مسلسل حلاوة الدنيا؟ ظافر العابدين. طب ثانية، مين في المدرسة الأول؟ ظافر العابدين. هو خطف من ظافر العابدين الهدف الثاني يا عبد الرحمن. حظك يا آلاء، فرقت معاكي على ثانية 25 نقطة، وبكده النتيجة 125 دار التربية، 55 هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. صعبتوا المباراة عليكوا جدا، محتاجين شبه معجزة علشان تقدروا توصلوا لدور ال 16. الماتش ابتدى بإن هيئة قناة السويس بالإسماعيلية متقدمة. سؤال العلوم غير النتيجة، حاسين الماتش بيهرب منهم. الثقة من اللحظة دي راحت لمدرسة دار التربية. الهدف الأول. بس يا حظ ما عرفتش أجيب أول هدف لأني أساسا مش ماسك رياضة. أنا مبسوطة إن أنا عرفت أجيب أول هدف في ضربات الجزاء، وكنت فخورة إن أنا عرفت أجيب بوينتس لمدرستي. كان لازم نجيب هدف تاني عشان نحسم ضربات الجزاء وناخد 25 نقطة. الهدف التاني يا عبد الرحمن. خلينا نشوف عجلة الحظ هتودينا فين. إن شاء الله نقدر نعوضها في عجلة الحظ. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 65 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 130 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 360 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.